اعطيكم طريقه عمل حلاوه الطحين. طبعا هي كلش بسيطه وسهله، وراح تشوفون هنا المقادير قليله طبعا لانه انا عائلتي قليله، بس انتم بكيفكم تقدرون تسوون قياس هذا الكوب على الكل او قياس هذا على الكل او اي قياس موجود عندكم، بس اللي تقيسون به الطحين نفسه تقيسون به السكر ونفسه تقيسون به المي. هسه ابدي اقول لكم المقادير وانتم بعد يومكم بغد زيدون الكمية على حسب الكمية اللي تردوها. بالبداية هنا عندي 3 ملاعق كبيرة زيت، ملعقة واحدة هيل، ملعقة واحدة نشا، كوب واحد سكر، كوب واحد طحين، 5 أكواب مي. طبعا هنا خالة 4 أكواب، هنا خالة وهنا خالة كوب واحد. تقدرون تحلون النشا بالمي هذا نفسه وتذوبون يعني النشا بيه، تتركوه إلى أن يذوب وتخلوه على جنب. تقدرون بنفس الطريقة تخلون هذا الكمية كلها مالت المي على النار وتخلوها إلى أن تغلي وتوخروها على جنب وتبلشون تشتغلون بها. بالبداية طبعا هنا أنا راح أخلي الزيت بهاي الطنجرة مثل ما تشوفون وأخليه إلى أن يحمى، أرجع أضيف عليه الطحين وراح أشوفكم شلون نشتغل هناك. وهسه هاي خليت الزيت طبعا حمى عندي، راح اخلي الطحين مره واحده. طبعا انا قلت لكم القياس بعد بكيفكم انتم، اذا حبيتوا تسووا بكوب اكبر يبقى نفس المقادير. وشوفتكم الكوب الكبير اللي كان بيه المي، طبعا انا قايسه بيه 4 خالة بيه 4 مي واستكان واحد حطته على جنب. شوفتكم شلون خاله بيه. هسه هذا هيك راح ابقى اقلب بيه الى ان يبدي الطحين هنا عندي يغير لونه. من يغير لونه بهالاثناء هذه مقدار المي اللي عندنا راح اخليه على النار لحتى يصير حار، بحيث من اجي هنا اضيف على هاي الطحين عندي ما يسوي تكتلات وبسرعه ينطبخ عندي. هسه راح ابقى اقلب بيه وراح اخلي المي على النار وارجع لكم ان شاء الله، وانتم راح تبقون مستمرين تقلبون بهالطريقه هذه الى ان يغير لونه، وراح ارجع لكم ان شاء الله بس يكمل يغير اللون ويحمي المي عندي. وهسه بعد ما وصل الطحين لهاي المرحله يعني صار لونه اشقر وطلعت ريحته، هسه راح اضيف عليه الهيل وهم اخذ لفه تقليبه واحده، اوخره شويه عن النار مثل ما تشوفون هيجي، اوخره شويه عن النار، ارجع اضيف له السكر مره واحده واضيف النشا همات مره واحده عليه وارجع اضيف المي. وهذا هسه راح اضيف عليه المي. طبعا انا المي غليته، كلكم لازم نغلي المي او حتى اذا تخلوه بارد بكل الحالات، بس يعني اختصر الوقت اذا اخلي مي حار. هسه انا موخرته عن النار ابدي احرك بيه على كيفي مثل ما تشوفوا هيك. هسه راح ارجع على النار وابقى احرك بيه الى ان يتجانس ويصير عندي ثخين، وابد ابد ما يكتل، لا تخافون بالبدايه يكتل عندكم بس بالتحريك راح يرجع يفتح مره ثانيه ويصير سائل مثل ما احنا نريد. هسه راح ارجع ارجعه على النار وابقى انتظره الى ان ينجمع كله ويصير كتله واحده وارجع لكم ان شاء الله. وهسه هاي حبايبي مثل ما تشوفون طبعا بقيت على النار الى ان صار بهالطريقه هذه، قلت لكم ابد ابد ما يكتل مثل ما تشوفوا قدامكم. هسه انا راح اطفي عليه النار بس حبيت اشوفكم شلون هذا. هسه مثل ما تشوفون اي كتل ما بي، بس بالبدايه تحسوه يكتل وبالذات اذا تخلون عليه مي بارد، بس اذا مي حار احنا راح نختصر الوقت. هسه راح اخليه باطباق التقديم واشوفكم شكله شلون راح يصير. وهسه هاي حبايب كملتها وخليتها بطبق التقديم، وطبعا قلت لكم كل واحد بعد هو بقت يمه شلون يحب يزينها، او اذا حبيت تخلون عليها بس مبروش او بس جوز او اي شيء موجود عندكم، او تحبون تعوفوها ساده تبقى طعمها طيب. وابقى اني اتمنى الكل يشاركني وان شاء الله يا رب تعجبكم، والف عافيه الف عافيه عليكم.